انتوا كنتوا الافضل. مبروك. شيف نبيل، من بعد ما كنت معانا لاول مره في هذا الموسم على طاوله التذوق، انت معانا كمان على اول طاوله قرار في هذا الموسم، وانا واثقه انك حتدي رايك بمسؤوليه. خلينا دحين ندخل على التفاصيل. قل لنا عن رايك في طبق الشيف باتريك. انا عجبتني كثير كيفاش بارميجانو ريجانو مشى مع التارتار نتاع الشيف باتريك. صرت البارميجانو وكليته بيدي وكل شيء عجبني بصراحه. حبيت كيف قدرت تخلق من كبه لبنانيه تقليديه فيلم سينما، يعني قدرت ترجمه الكبه بطريقه بتاخذ العقل. اخذت نكهات بلدك حطيتها في تقنيات انت تعجبك بطريقه انت تحب تقدمها، ووصلنا اللي انت تحبه. طبق لذيذ جدا، والكلام ده جاي من واحد نباتي. خلينا ننتقل لطبق الشيف طارق، طبق الحلا الوحيد اللي تحضر الليله. مره شكرا انك حليتنا ترى بعد ما اكلنا كل دي الاطباق المالحه. شكرا. الاسبوع اللي فات للاسبوع هذا انا قاعد نعرف شيف طارق وقاعد نشوف في حاجات جديده نهار بعد نهار. هذا الطبق من اللي كليته كل قدمه فيها حاجه جديده، طبق يمثل شخصيته 100%. شكرا. طبق لذيذ جدا، برافو عليك. شيف شارب، ايش اسم تيتتك؟ ستي اسمها شمس. يعني تسلم ايدها، تسلم ايدها، تسلم ايدها. صراحه كان خرافيه الفته، والوصفه حقتها خرافيه، وانت كيف سويتها خرافه. شكرا. انا حسيت في فمي سيمفوني. واو. واول حاجه اذا اخمم على سيمفوني لبنانيه اخمم في فيروز. عجبني كل شيء. واو، شو هالفته الحلوه. ثانك يو. It's such a serious dish. كنت ممكن اقول لك يا بس عشان خاطر انا عارف عندك اكتر من كده. شيف مناف صراحه رقي على رقي كده، طبقك اسمه راقي راقي راقي. نجم نقول اليوم مشيت المغرب. هذا الطبق سخلي قلبي بصراحه، وكليت سمكه هزتني غادي. طبخ السمك كان على القد، والبلوتين اللي عملتها لفتها وكيف لقيت القشره على القشره، هيدي بدها تقنيه وحرفيه كثير عاليه. ولا غلطه. شيف نسيم، في شيفس سيدات ما هم اي شيف، عندك القوه وعندك الشخصيه، عندك الافكار وعندك الدراما، والدراما اللي انت سويتيها كانت خرافيه. الدخان اللي بيطلع، تارتار الرهيب اللي طعمه مره لذيذ، خلاني اسافر معك على سويسرا. هاي أول مرة بشوف تارتار نعمل بهالطريقة، يعني مرقة البصل اللي عملتيها واللومي أنا بصراحة رح أنقلها عنك. شكرا. بس لما حطيتيه بقلب طنجرة البورسلين الصغيرة بطل مبين.